يوم السبت 12 مارس، يعني من 17 يوم بالضبط، في واحد بعيد عنكم عنده سرطان في الحنجرة والبلعوم الحتة دي يعني، وهو أساسا مش من الإبرشية بس في مكان قريب قوي متاخم لينا من إبرشية مجاورة يعني. فإحدى الخادمات هنا بتصلي في الكنيسة هنا اتصل بيها، اتصل بيها الأخ ده يوم السبت 12 من 17 يوم، كانت الساعة حوالي الساعة 5 بعد الظهر، فقال لها أنا ما عنديش أكل خالص، ما عنديش فلوس، هو متجوز وعنده 2 واحدة، المهم. فقالت له طب حاضر أنا تحب إيه؟ لها أنا عايز ولو حتى كيس رز وكيس مكرونة وكيس عدس. هو طلب منها كده كيس رز وكيس مكرونة وكيس عدس. قالت له حاضر. والأخت دي دخلت أوضتها في صورة كبيرة للمسيح وصورة كبيرة للعذراء. قالت له طيب أجيبهم لك فين؟ قال لها أنا ساكن في حتة اللي هو في المكان اللي هو ساكن فيه ما ينفعش أنت تيجي فيه، أنا هطلع لك برة في الشارع برة. قالت له طيب أنا هجيب لك الحاجة وهتصل بيك أقول لك تحب أجي لك النهاردة؟ قال لها لا خليها بكرة الصبح. قالت له خلاص أنا هجهز الحاجة وبكرة الصبح هجيب لك اللي أنت عايزه. الساعة كانت كام؟ الساعة 5. كلمها الساعة، آسف، كلمها بالليل بعد ساعتين ثلاثة كده يعني. لا الساعة 5:30 جاني اتصال من واحدة صوتها جميل جدا على الموبايل، الموبايل بتاعه. فقالت له أنا عرفت إن أنت محتاج رز ومكرونة وعدس، فأنا ابني جيب لك الحاجات دي، فاتعب اطلع خد الحاجة في المكان اللي أنت اتفقت فيه مع فلانة. فلانة دي خدمة هنا في الكنيسة هنا. قال لها طب حاضر. امتى؟ قالت له دلوقتي على طول انا اتصرفت، بس اتفضل اطلع خد الحاجه. فطلع هو بيقول للخادمه دي الست اللي بتتكلم دي باين عليها كبيره قوي وحاجه كبيره خالص، فانا افتكرت واحد جايب عربيه كده ولابس بدله وجايب لي الحاجه. فالمكان المتفق عليه بره ده لقي واحد قاعد لابس جلابيه بسيطه جدا وقاعد على الرصيف، بس شكله جميل جدا 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 وعينيه خضرة وشكله جميل جدا وحاطط كرتونة جنبيه. فهو واقف، فاللي قاعد ده قال له يا فلان، أنا طبعا عارف اسمه، قال له يا فلان أنا اللي جايب لك الحاجة. فهو استغرب، قال له اتفضل شيل الكرتونة. قال أنا هشيل الكرتونة، هو طبعا عشان عنده سرطان وتعبان ما فيش حل يشيل. فقال له طب متشكر. قال انا ميلت اخد الكرتونه. قال انا هشيل الكرتونه، هو طبعا عشان عنده سرطان وتعبان ما فيش حل يشيل. فقال له طب متشكر. قال انا ميلت اخد الكرتونه، لقيت الكرتونه خفيفه خالص، قلت اوه ده تلقى كده يعني حد بيسرح بيا، هو بيقول كده، وشلت الكرتونه وكانت خفيفه. روح حط الكرتونه على الترابيزه، فتح الكرتونه لقي كيسين رز وكيسين مكرونه وكيسين عدس وكيسين فاصوليا وكيسين سكر. 5 يعني كم كيلو؟ 10 كيلو. 10 كيلو دي كرتونة تقيلة. قال أنا بعد ما حطيت الترابيزة على حط الحاجة على الترابيزة لقيت جيت أشيل الكرتونة لقيتها تقيلة خالص، فلقيت العشرة أكياس دول وفوقيهم 50 جنيه، 50 جنيه وكرتونة مقفولة. فقال طيب أشكر الست، طلع الموبايل، هي اتصلت بيه نص ساعة ساعة الا ربع،
اتصال على الموبايل عشان نشكرها، ليه مفيش نمرة؟ ليه اخر اتصال بالخادمة بتاعتنا هنا مدام فلانة دي؟ فراح متصل بمدام فلانة تاني قال لها ده حصل معايا كذا 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 كذا. فقالت له انا ما اعرفش، انا ما اتصلتش بحد. فهو عمل المكرونة وعمل العدس وهو ما كانش يقدر يبلع، فاخد مكرونية واحدة مكرونية واحدة عشان ما يقدرش يبلع، فبلعها واكل مكرونة ثانية فبلعها، فابتدى ياكل المكرونة. فراح للدكتور بعد 3 ايام كشف عليه قال له انت ما عندكش حاجة، راح يوم السبت اللي بعده لو السبت اللي فات اللي قبل اللي فات يصلي التسبحة عند ابونا فلوباتير. ابونا فلوباتير ما يعرفوش ولا هو يعرف، قال له اصله قال يبقى اللي كلمتني قبر واللي جاب الكرتونة المسيح ابنها، بس ما لقيتش هو ما لقيش النمر. فأقرب كنيسة لي على اسم العذراء هي كنيستنا في المعلمين الجديدة تحت اللي بيصلي فيها ابن فلوباتير اللي قاعد معانا دلوقتي. فراح يوم السبت يصلي التسبحة وبالصدفة شاف الخادمة دي. يعني هي كانت بتصلي التسبحة في الكنيسة، قالت له يعني انت هنا؟ كمل لها الحديث بقى. لا انا قلت لك انا ليا فترة مش باكل، ما بقدرش ابلع، كل اللي انا باكله يعني حاجات مضروبة في الخلاط، يعني اكل حاجة مضروبة في الخلاط ما اقدرش ابلع، بس جربت مكرونية في التانية في التالتة ونشكر ربنا وراح سابها ومشي. قصة جميلة ومعزية لخدمتنا، يعني الاخوة والاخوات اللي بيخدموا اخوة الرب متعزين جدا بالقصة دي، وانا طبعا ربنا معانا في كل خطوة. وهذه القصة الجميلة بتعزينا وتعزي كل اللي بيعملوا في حق لإخوة الرب، زي ما رب المجد قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. حق أقول لكم كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبيه